كل كروتك وأكثر. codynow.com. اسمعني هلا لو هلا خايفت انه كبير لازم نستسلم. نح نح حياكم الله. بالفيديو هذا راح اتكلم عن طور التوصيل اللي مدته من 5 إلى 6 ساعات فقط. ممكن تشوفون انها قصيره لكنها كافيه ان تدخلك بتجربه فريده من نوعها، لان بالطور ركزوا انهم يعطونك شيء جديد في كل مهمه علشان ما تحسون بالملل او التكرار. خلينا نبلش من دون حرق طبعا مع القصه. احداث القصه تبدا مع البطل العظيم المفضل عند اغلب لاعبي السلسله الكابتن برايس. You wound up? Yes, sir. Captain Price. اللي يتعاون مع فرح رئيسة المقاومة واخوها حيدر لطرد الجيش الروسي من الدولة الوهمية أورزستان. والجميل في القصة ان التسلسل بالقاء الضوء على الجانبين الشري والخير جدا متناسق، ويخليك تعرف وتتعاطف مع ابطالنا كلهم، وكذلك يخليك تفهم عقلية الجانب الثاني وسبب الارهاب اللي قاعد ينشره. بالنسبة حق الجيم بلاي كان ممتع، صحيح انه فيرست بيرسون شوتر في كل الاجزاء، لكن اللي اقصده انه في كل مرحلة وانتم تلعبون سواء في البداية او النهاية يطلبون منكم شيء غير انكم بس تمشون وترمون لجدانكم. فمثلا في مرحلة عدد الجيش اللي ضدكم يتزايد بشكل ملحوظ، وعلشان تقضون عليهم تشوفون نفسكم ماسكين ليزر اخضر، تعطون اشارة حق الطيار اللي فوقكم علشان ترسلون صواريخ متى ما استعملت الضوء. وبعد احد الاشياء الجديدة في طور التوصيل هو نظام التخفي اللي هو الستيلث، ففي احد المراحل راح تنسى اسلحتك وتتحكم بكاميرات المراقبة وتتواصل مع احد الناجين في السفارة وتحاول انك توصل الشخص هذا لبر الامان من غير ما يتم الكشف عنها. في احد افضل المراحل بالنسبة لي كانت مع الكابتن برايس، وسبب عشقي للمرحلة هذه اني اقدر اعيدها اكثر من مرة بطرق مختلفة. بالمرحلة هذه عندكم 3 أماكن لازم تزورونها والخيار لكم وين تبلشون. الشيء اللي يشكرون عليه انك تقدر تلعب هذه المرحلة بطريقتين مختلفة، تقدرون تلعبون وتخلصونها بنظام التخفي بالكامل، واذا اخترت انك تمشي بالنظام هذا عندكم بعد اكثر من طريقة. فمع الاسلحة الكاتمة للصوت اللي معاكم تقدرون تعتمدون عليها بس، او انكم تزيدون من تخفي اللاعب ومثلا تضربون اي مصدر للضوء وتستعملون النظارات الليلية علشان تنتقلون داخل البيت. واذا الوقت ما يهمكم وتبون تاخذون راحتكم بالاستكشاف تقدرون تبحثون عن مصدر الطاقة حق كل بيت تسكرونه، وبعدين يبلش شغل التخفي وذبح الأعداء واحد ورا الثاني. الطريقة الثانية طبعا انك تصير رامبو وتعلن عن وجودك وترمي اي شيء يتحرك قدامك وتصير الخريطة كلها ضدك. احد الاشياء الجميلة باللعبة رسوماتها والاضواء وايد حلوة وبشكل جدا ملحوظ، وجرافيكس وتعابير وي الشخصيات صراحة شيء جدا عجيب. بس كان في مشكلة حسبالي سببها جهازي، لكن للأسف هي مشكلة من اللعبة نفسها، وان اثناء عرض اي مقطع سينمائي للاسف الفيديو راح يقطع والفريمات تطيح بشكل جدا كبير وينرفز. غير كذي بالطور هذا حتى اصوات الاسلحه حسب المكان اللي تستعمل السلاح فيه مبين انهم تعبوا عليه واضافوا عليه جهد اكبر علشان نعيش تجربه افضل. بالنهايه انصحكم تجربونها لانها فعلا تجربه ممتعه وفيها جرأة بطرح القصه، ما بيحرق عليكم، ومدتها مناسبه للجميع سواء انتم من محبي الطور القصصي او لا. اعطوها فرصه وكتبوا رايكم ما عليكم امر بالكومنتات، واذا عجبكم الفيديو لا تبخلون علينا بالشير واللايك والسبسكرايب. الله يعطيكم العافيه. اي وقبل ما انسى في مهمه جدا 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 تعور القلب، هذه المهمه ما اقدر اسولف عنها وايد لانها تعتبر حرق، لكن راح تخليكم تتعاطفون مع الناس المضطهدين بالدول اللي برا. التجربه اللي تنقل لكم اياها اللعبه كانت جدا جميله، وبهالمرحله هذه فيها بوس فايت كان جدا جميل الصراحه. الطور هذا كان فيه وايد اشياء جديده. على العموم جربوها وكتبوا رايكم ونشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.